السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم وكيف أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا في أتم الصحة والعافية. أكون صريح معكم، ما لقيت عنوان أقدر أسميه هذا الفيديو. ليش؟ لأنه هو أصلاً ما تناولتش موضوع معين، أتناول موضوع من يوم ما جيت هنا، في موضوع ياما أنا فكرت فيه منذ وجودي في أوروبا إلى حدك والآن، وأعملها ولو مقارنة بسيطة جدا بين الواقع اللي أنا عايشه الآن والواقع أو المجتمعات اللي شفتها وعشت فيها سابقا. هذا اللي خلاني فقط أعمل هو بيني وبينك الموضوع ده من يوم ما جيت فيه وأنا لامس الموضوع هذا، بس أنتوا عارفين أحيانا تكون الأيديا هنا هي مرة تطلع فيمكن تحتسبوها إنها خلاص آن الأوان الموضوع هذا يقال. من الأوضاع اللي أنا شايفها إيشو؟ رغم الأوضاع اللي نعيشها في أوروبا، سواء أنت أجيت إلى أوروبا بمحض إرادتك، سواء أجيت أوروبا هروبا من وضع ما في بلدك، كان حرب، كان ثارات، كان أي حاجة أو تحسين معيشة حياتك، الكل عارف ومعظم الفيديوهات اللي تتكلم بالحياة في أوروبا تأشر لك وتوديك إلى نقطة الأحلام الوردية اللي كنا متوقعينها، إن أوروبا هي هكذا انساها. وأنا أكررها الآن، أوروبا ليست الأحلام الوردية، أوروبا ليست الشوارع الحلوة والهذا، أوروبا شقى ليل نهار عشان تعيش، دبل باور اللي أنت كنت تبذله داخل بلدك ساعات حتى بتلتمس إنك أوقات الفراغ في بلدك كانت أكثر، بينما هنا نفس الحياة وتشتغل وهذا، بس هكذا الحياة تأخذك هكذا. فالنقطة حقي هي هنا، إيش اللي مخلي الناس صابرة على هذا الوضع؟ إيش؟ مش إحنا كعرب، لا، ولا كمسلمين، لا، من جميع أنحاء العالم. قعدت مع نفسي كثير، إيش اللي يميز البلدان هذه يا ناس؟ كيف محتوية جميع الأعراق وجميع الأجناس وجميع اختلاف الأديان في مجتمعاتها، اختلاف ثقافات، عادات وتقاليد، لدرجة إنك يمكن تقابل واحد تحكي له عن عادتك وتقاليدك أو أنت تسمع منه يوصلك لحد الاستغراب، اختلاف جذري بالعقول، اختلاف جذري بالبيئة اللي تربى فيها والبيئة اللي تربيت فيها. عاد البيئة المسلمة مهما اختلفنا شوية في حاجة يوحدنا، أما في ناس عمرك ما شفتهم ولا سمعت العادات هذه نهائيا. اختلاف أديان، بل تكاد تسمع أديان عمرك ما سمعتها، المسيحي، الملحد، المسلم، الهندوسي، السيخي، البوذي، أديان أخرى، وعاده فوق هذا كامل، ده يشارك أعياد ده، هذا يشارك المسيحي يشارك أعياد المسلمين، المسلم يشارك أعياد المسيحي، وا 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 وهكذا، والكل متعايش مع بعض وزي الألف، وكل يحترم الآخر. خليكم معي من البداية، شوف اختلاف الأعراق وكل واحد يحترم الثاني. أنت مسلم، جارك هذا مسيحي، هذاك مدري إيش، هذاك مدري حرم الله إيش من ديانة، والكل زي كيف؟ كيف المجتمعات هذه عرفت تحتوي جميع الأجناس والأعراق هذه؟ ما نكرش طبعا إنه برضو في ناس موجودين خارج القوانين، في العنصري، الخوارج، ولا أصلا ليش وجدت الشرطة إذا، فأنت متخيل أنت لما تجمع الناس هذول كامل الشرطة إيش العبء اللي متحملاه؟ لطالما إنه المجتمع مختلط خلطة معقدة جدا جدا جدا. الكل عايش، الكل زيك زيه، يبكر الصباح يروح دوام ويجي، يسافر ويرجع، يمارس طقوسه الدينية بحريته، زي ما احنا رمضان نرمض، يجي عياد أمدة في الشوارع وفي الحدائق موجودين، ولا حد يقول لك تلت التلاتة كم. بدورنا نحترم أي ديانة أخرى، الهندوس يحتفلوا الأعياد الميلاد، كريسمس برضو يحتفلوا، برضو بدورنا نحترم هذا الشيء. طيب كيف؟
إنه قوة القانون يا سادة، العدل والمساواة يا أخوان، الحق اللي ما يضيع له وراه مطالب يا جماعة، التوعية. حكومة توقف بجنبك لو أنت جيعان ولا بلا شغل عشان بس ما تشحت. بكل بساطة هو حكم القانون وليس حكم الأشخاص. تعرفوا شو معناتها؟ اللي عندنا كامل حكم أشخاص، متخيلين إنهم حقهم البلدان، بينما هنا لا، أنت على حزبك تجرح جو. لو مشكلة بسيطة ما عرفت تحلها تقدم استقالتك وعادك تعرض إلى المحاكمة. إحنا لا، اكتسبوا البلدان، اشتروها، ما يتزعزع من الحكم حقه وحق أبوه وجده. هذه الأشياء اللي خلت جميع ما ذكرناهم يتعايشوا مع بعض، وكل يحترم الآخر، في ثبات ونبات وأمان. وطبعا الكل الموجود، جميع العراق الموجودة، كل منتسب إلى جاليته أو إلى قنصليته أو إلى جماعته، كل واحد عنده جماعته منتسب لها، ويلا وكل جماعة تساهم في تنمية هذا البلد، بل الحكومة تدعم الجمعيات هذه عشان توقف وتساعد بعضها البعض. انت ساعد لي ناسك واهلك، خلي الباقي علي انا. ومن هنا الحكومة تعرف انه اي عرق او اي جنس قاعد يساهم في تنمية هذا الوطن ولا قاعد يخرب، والمشاكل كله من ناحيته. على ضوء هذا تتخذ سياسات كثيرة جدا ياما، منها إذا طلبت اللجوء من أي دولة يا حيابك، وإنت إنسان تدخل وتشقى وتطلب الله وتساعد في التنمية، أو إنه أنت ما بيجي من وراك إلا وقعت دماغ وصداع، فأنا أقعقعك قعقعة لا قبلها ولا بعدها، عشان أنت بنفسك تقول حقي برقبتي وتودع. والحمد لله الجاليات المسلمة بجميع أعراقها، بجميع اختلافات الجنسيات والطوائف، وكلها تعتبر من أكبر الجاليات، بل وهي في الترتيب الثالث في الديانات الموجودة داخل المملكة البريطانية. هنا وصلت إلى النقطة اللي متعباني من هنا، ركزت بكلمتي لما قلت جميع أطيافها وطوائفها وكل حاجة وماشيين زي الألف. أي نعم كل له مسجده، أي نعم مختلفين، ده يصوم ده قبل ده يوم، ده يأخر قبل هذا، بس متعايشين. أضرب هذا المثل على بلداننا، معظم بلداننا العربية إذا لم تخن الذاكرة أكثر من ديانتين ما فيش، يا الإسلام يا مسيحي، بس إحنا عندنا طوائف المسلمين اللي قاعدين نقتل ونذبح بعض تحت اسم الطائفية داخل بلد واحد، كلنا رايتنا الإسلام، قاعدين نذبح بعض. البلاد هنا معهم 500,000 ديانة وحاكم منهم، زي الهند في من يعبدوا الخشب ومتعايشين. إحنا أمة، خير أمة أخرجت للناس، وجالسين نذبح بعض تحت مسمى سني وشيعي، وكل هذه الدماء اللي جالسين نسمعها تسال في سبب إنه أنا أشي أثبت وجودي. الأجانب خرجوا من القصة يا جماعة الخير، عرفوا إنه ما نحتاج إنه يتدخلوا، عاد هم يديروا الأمور من فوق، خلي المسلمين يذبحوا بعض، خلي هذا تحت مسمى سني وشيعي يذبحوا بعض وإحنا نتفرج، بالعكس عاد إحنا نمدهم بالسلاح، نذبح بعض تحت هذا، وكلنا رايتنا الإسلام، ونشرد الكم الهائل من الناس اللي يجلسوا على حدود الدول بين مخيمات، يسقعهم الصقع لما حتى يموتوا من كثر إنهم مش لاقين يأكلوا ولا يشربوا، وفوق هذا اللي قائمين على الحروب، ولا إنسانيا ما حد يستقبلهم، دولة مسلمة ما تستقبلش، طبعا لا أشمل بس المعظم، وإن استقبلتهم تطرحهم في مخيمات، يطلع منهم العصابة، يطلع منهم الأمراض، يطلع منهم يموت منهم من كثر القهر والباطل والبرد. بينما هنا تعال وأنا أخليك تنخرط بالمجتمع واطلب الله واستفيد منك تاكس وأنمي نفسي. طب ليش ما نطبقش الأمور هذه عندهم؟ اجمعهم
اعملهم في مكان وخلي الناس دربهم بأي مهن واستفيد منهم. لا، أنا بمسكهم عشان الأمم المتحدة تديني فلوس. أول ما الأمم المتحدة تضايقني أنا أفتح الجبهة إنهم يدخلوا الأوروبا، ولا أروح أشردهم ولا هنا ولا أروح أشردهم. أما القائمين على الحروب هذه واللي عندهم فلوس ما يستقبلوا ولا نكلة ولا يستقبلوا حد داخل بلدانهم. اللي عايشين سنين الله داخل بلدانهم قالوا لهم مع السلامة، عاد الله بيستقبل الناس. ما عندنا فلوس؟ كذب. ما عندنا أراضي مستقبل فيهم الناس هذولا؟ كذب ودجل. في دول ترفع لهم القبعات استقبلوا ويستقبلوا وما زالوا رغم انهم حالهم صعب. الدول الثانية اللي ما تشيش القرف هذا بمعناهم هم انهم يدفعوا فلوس للدول، شيليهم انتي شيليهم رغم انهم هم أس المشاكل. تعبنا يا شيخ، تعبنا بهدلة، تعبنا قعقعة، نتقاتل كلنا تحت مسمى واحد. ناهيك عن هذا الموضوع، اللي يعور قلبي انا كل السياسة القذرة اللي تصير سهل. لما اشوف اليمني اصبحوا هذا يشتم هذا ولا هذا ما يعطي كلمة لهذا، انا لا هنا واكتفي، لان لو جلست اتكلم باطرش بحاجات وانا ما اشيش ادخل، اخلي لكم الباقي انتوا تحكموا. هل كلامي يوقع القلب صح وواقع، ولا انا جالس الف لي من راسي؟ والى هنا آتي إلى نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله.